لون الحب بتيجي دايما شويه يعني مش تعامل مع هو الحب وزي ما قد بدا وجود بعد الحب فالنفخه في مقام الله هذا الحياه كان قمه الحب واستمرار وجود معينه لا يتحقق الا بالحب. طبعا احنا في مدرسه التحليل النفسي وفي حالة مرضية بنت سنها 22 سنة طالبة جامعية عايشة في أسرة فيها أب وأم وفي نفس الوقت ثلاث بنات وولد واحد. هي واحدة من ثلاث بنات، الولد هو الثاني في الترتيب بعد البنت الكبيرة وهي البنت الأخيرة في الترتيب، يعني بنت ولد بنت بعدين هي أخرانية. من شهور بدأت تحصل لها نوبات أغماء وفقد الوعي، فعرضت على أطباء المخ والأعصاب، تم فحصها وعمل رسم مخ وادوها عقاقير متنوعة لعلاج حالتها ولكن دون جدوى. ده خلى دكتور الأعصاب ويطلب عرضها على الطبيب النفسي. السؤال بتاعنا ماذا سوف يفعل الطبيب النفسي؟ هيعمل ايه؟ دي المشكلة المرضية بتاعتنا. وخلي بالكم بقى الكلام الجاي، عشان الكلام الجاي يمس الحالة دي ويمس الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة أو شفناها النهاردة. ممكن اجاوب على حل المشكله؟ انا طلبت منك اجابه ولا طلبت من حد اجابه ولا دي ارمامه يعني؟ لا انا عرفت اجابه. فاساسيات التحليل النفسي، سؤالنا النهارده ايه هي الجوانب اللي اشتملت عليها نظريه فرويد؟ إذا تجاوب على السؤال ده بقى يا فتكة هتعلمه مش فاهم. طبعا شملت ست جوانب. الجانب الأولاني هو التوبوجرافيك أو الطبقية، ودي بتشمل الشعور واللا شعور. والتانية هي الدينامية، ودي بتشمل التفاعلات بين القوى النفسية النابعة من نظرية الغرائز. والتالتة هي الجينية اللي بتتعلق بمنبت ونمو الظواهر النفسية من خلال مراحل التنمو النفسي الجنسي الفمية والشرجية والقضيبية والجنون والجنسية. والاقتصادية اللي هي بتشمل توزيع وتحولات الطاقة واستهلاكها، ودي متعلقة بوظيفة الثبات الاتزاني لمبدأ اللذة والألم وتحديده لمبدأ الواقع، ودي نظرية عن الأداء النفسي. وخامس حاجة هي التركيبية اللي بتشمل الوحدات الوظيفية الدائمة المكونة للنفس اللي هي الهوى والأنا والأنا الأعلى، يعني التمييز بين الوعي واللاوعي وما قبل الوعي، ودي بتبقى نظرية أو بيقول عليها نظرية البنية النفسية. وبيقول دايما فكر في العوامل المختلفة عندما يقع المرء في الحب. احنا شفنا البنت الأولانية وكانت عايشة الحب وما زالت عايشاه. لما نفكر في العوامل اللي خلتها عايشة الحب، انه في حاجات بتلمس الليبيدو وبتثيره من خلال علاقتها بهذا الشاب اللي هو محمد، ولكن لخوفها من ان الليبيدو يستيقظ ويبتدي يبقى عايز اشباعات، بتخاف من ضعف الانا واستسلامه للليبيدو فبتهرب. فهنا لو فكرنا في العوامل المختلفة هنلاقي الليبيدو نزول
الإيجو ومدى سيطرته وارتباطه بالواقع من دور السوبر إيجو له دور وهكذا. آخر حاجة الرؤية التكيفية برضو من الجانب السادس لفرويد اللي بتشمل الاستعداد الفطري إن الإنسان يتفاعل مع البيئة ويقدر يتكيف معها. لكن إيه مكونات الشخصية في نظرية فرويد؟ طبعا مكوناتها زي ما قلنا اللغة. ايه اللغة؟ اللي هو العد اللي هو المنظمة الأساسية اللي بيطلع منها كل حاجة في الشخصية. يعني ده الفطرة اللي اتواجد بيها الإنسان واللي ابتدت تطلع منها حاجات، هذه الحاجات هي المكملة للشخصية. وكأن ده هو الكيان الأساسي للبني آدم. يعني شايفين حجم الهوى في تكوين الشخصية قد إيه؟ ومع ذلك بنتجاهله ونكبته ونقتله وندعي إنه مش موجود ونعمل denial وريبريشن زي ما شفنا في حالة من الحالات اللي اتكلمنا عليها. denial وريبريشن كانت هي الحالة الأولانية برضه للهواء، فهي بتحاول انها تهرب منه، لكن طبعا هو موجود وهو الاساس وهو مستودع الطاقه النفسيه وهو اللي بيقوم بالعمليات بتاعه الانا الاعلى والانا، يعني هو اللي بيديهم الطاقه عشان يبداوا يتواجدوا او يبقى لهم وجود في بناء الشخصيه، وهو وثيق الصله من العمليات الجسمية اللي هي الوظائف الحيوية بتاع جسم الإنسان اللي هي بيستمد منها طاقات الغذاء وكل ما يشبع الجسم وما يعطي طاقة للجسم هو وثيق الصلة بالهواء. في نفس الوقت بيعتبر فرويد أن ده الوضع النفسي الحقيقي لأنه ده الخبرة الذاتية الداخلية للعالم وما عندوش علاقة ولا معرفة بالموضوعي بالواقع الموضوعي الخارجي، ملوش دعوة بيه. وفي نفس الوقت هو بيعمل على تجنب الألم والبحث عن اللذة عن طريق العمليات الأولية. يعني إيه العمليات الأولية؟ العمليات الأولية اللي بيعملها اللي هو عشان يزيل التوتر ويزيل الاحتياج لشيء ما. يعني فلنفرض انه واحد جعان والواقع اللي حواليه ما فيهوش اي حاجة تشبع هذا الجوع، فيبتدي يعيش بخياله فانه بيحقق اشباع لهذا الواقع. الحكايه دي عملوها الاربع بنات اللي كانوا مع الظابط ده بشكل واضح جدا. لما كانوا جعانين ما عندهمش فلوس وهربانين من الاصلاحيه وفي الشارع ومش لاقيين ياكلوا، وبعدين بقى قالوا لبعض ايه ما كل واحد فينا يتخيل كده ان احنا لقينا اكل وبناكل، ففي اللي تخيلت ان دي كرومي واللي تخيلت ان معاها ربع جدي واللي تخيلت ان معاها مش عارف ايه، وكل واحده قعدت تتخيل ويبقوا حكايات في الخيال عشان يشبعوا الجوع الواقعي اللي موجود عندهم. لكن هل ده اشبع الجوع ولا هو محاوله من اللي هو لايه؟ لاشباع في الخيال. دكتور بس هي كده تخرصي شويه ممكن؟ بس هي كده ممكن تخرصي؟ العمليات الأولية لا تحقق إشباع ولا تخفض التوتر، فمش ممكن أبداً إن واحد يعيش ويتخيل إنه بياكل أو بيطعم نفسه في الخيال ويشبع، ما ينفعش. وطبعاً كل العمليات الأولية اللي بتحصل ده زيها لغريزة الأكل، في زيها لغريزة الجنس، في زيها لكل حاجه من الحاجات
اللي هي الاحتياجات بتاعت الهوى مستوى الايه؟ الخيال، لكن ما بتحققش الاشباع المطلوب وما بتقللش التوتر، وعشان كده بتظهر العمليات الايه؟ السنويه. ايه العمليات السنويه دي بقى؟ هل العمليات السنويه اللي بيقوم بيها الهوى؟ وهل الهوى يستطيع ان يقوم بعمليات تتعامل مع الواقع؟ لا طبعا. اللي بيقوم بيها ايه؟ الانا، هو اللي بيقوم بالعمليات السنويه. نفس البنات اللي حكيت لكم عنهم دول الاثنين الاربعه قصدي، عملوا ايه؟ لقوا لحمه قدام كلب، راحوا معديين السور واخدين اللحمه من قدام الكلب المربوط وبداوا ياكلوا فيه. هنا هم عملوا عمليات اوليه لاشباع الجوع ولا عملوا عمليات سنويه؟ عمليات سنويه. هذه العمليات السنويه واقعيه وعملوها بفكر والتخطيط والتنفيذ من مين؟ من الانا. فده الفرق بين العمليات الاوليه والعمليات اللي ايه؟ السنويه. لكن ايه علاقه اللاشعور بالشخصيه؟ هل له علاقه؟ طبعا فرويد بيشوف انه اللاشعور ده هو الكيفيه الوحيده المهيمنه على اللي هو. فاكرين لما كلمتكم في المحاضره اللي فاتت اللي هي كانت في مدرسه التحليل النفسي مش بتاعت المؤتمر اللي قبلها، وقلت لكم انه اول واحد اتكلم عن اللاشعور ما كانش فرويد، انما كان مؤلف سيكولوجيه الجماهير، وكاتب الكلام ده في كتاب سيكولوجيه الجماهير، وكاتب عن اللاشعور بشكل واضح جدا وكانه يعرفه كويس قوي. يبقى فرويد مش هو اول واحد اتكلم عن اللاشعور، لكن هو اخذ الفكره من اللي كتب سيكولوجيه الجماهير. طبعا اللاشعور هو الهيمنه على الهو، وفيه اتصال بين انا ده قبل للشعور. يعني احنا عندنا مستويين، الشعور او اللاشعور، وبعدين قبلين ايه؟ قبل الشعور فوق منه. لكن في البدايه كان الاساس هو اللي هو بس، ولكن الهوى ده بدا ينفصل عنه جزء عشان يتعامل مع الايه؟ الواقع الخارجي. يعني الهوى كله حاجه ايه؟ داخليه فطريه، واللي هو ما بيعرفش يتصرف غير بخلال مع عمليات اوليه، ما بيعرفش يتعامل مع الواقع، فكان لازم يطلع ايه؟ جزء يتعامل مع الواقع. هذا الجزء اللي بيتعامل مع الواقع هو الانا اللي بينمو منفصل عن الهوى وعن اللاشعور وتأثير من العالم الخارجي، وبياخد جزء من مضمونات الهوى ويبتدي ينمي نفسه من جزئيتين، البري كونشس والكونشس، اللي هو الوعي وما قبل الوعي او الشعور وما قبل الشعور. وده بقى هي مكونات الايه؟ الانا. طبعا بتظل مضمونات اخرى موجوده في الهواء ما فيش حد بيقرب منها وتفضل مجهوله، وديت الانا بقى هو اللي ممكن يتخلى عن مضموناته، لكن هو الهوى ما يتخلاش ابدا. ان هو بيبقى مصر على المبادئ بتاعته اللي هو تعجل الاشباع او عدم تحمل الاحباط والرغبه في الاشباع والرغبه في الوصول الى اللذه، دي مطالب مين؟ الهوى، وما بيتخلاش عنها ابدا. انما الانا هو اللي بيتخلى، ففي حاجه مش قادر عليها فيروح دافعها الى الايه؟ اللاشعور ويعمل لها عمليه الكبت. مش احنا قلنا الكلام ده؟ لما في حاجه ما احناش قادرين عليها نقوم ايه؟ نكبتها وننساها وتبقى محذوفه في دايره اللاشعور. اللي هو زي ما قلنا الكبت. طبعا ازاي بقى بتشتغل الغرايز؟ وهل الغرايز هي الهوى ولا مختلفه عنها؟ هنشوف. الغرائز دي هي القوة اللي بيفترض وجودها خلف التوترات وحاجات الهوى. يعني الهوى
تحتيه او جزء منه غرايز، والغرايز دي بتبتدي هي اللي تدي للهواء التوترات والرغبه في انها تشبع، ودي بتمثل الاحتياجات الجسم الجسمانيه بتاع الانسان والغرايز بتاعته، احتياجاته الجسمانيه وغرايزه. بتستبدل مع بعضها عن طريق النقل كحيله دفاعيه. يعني ممكن قوي يبقى الشخص عايز حاجه وبعدين تحبط هذه الحاجه فيروح عامل تحويل الى حيله دفاعيه، هذه الحيله الدفاعيه تبقى حيله هروبيه من الواقع زي النقل او الانشقاق. يعني ايه؟ يعني دلوقتي واحده مضغوطه، جوزها بيضربها، ضغط عليها جدا، نفسها تشتمه جدا، راح صوتها ايه؟ متحاش، حصل لها افورة. ده هنا ايه؟ ده اسمه ديسبليسمنت، حيلة دفاعية اسمها ديسبليسمنت، اللي هي تحويل الصراع من صراع نفسي جامد جدا عايز يطلع ويخرج الى عرض ايه؟ جسماني. فهنا ده احتياجات اللي هو بتستبدل عن طريق الحيل الدفاعية. لكن ايه هما الغريزتين الاساسيتين اللي اتكلم عنهم فرويد؟ الايروس والسافتوس، اللي هما بالبلدي كده الحب والايه؟ والعدوان. الوظائف الحيوية الغريزتين دول بيتعارضوا مع بعض. الحب والعدوان بيتعارضوا مع بعض، ازاي؟ أو يتحدوا مع بعض. يعني لو أنت جعانة وعندك فراخ مربياها في البيت ومفيش عندك أكل غير الفراخ، هتعملي إيه؟ هتذبحي فرخة وتسويها. الذبح ده إيه؟ عدوان، مش كده؟ عدوان على كائن آخر عشان اشباع نفس. فهنا غريزه حب البقاء بتاعتك بيقابلها تنفيذ خارجي لغريزه العدوان، فكان غريزه العدوان وحب البقاء بيتكاملوا مع ايه؟ مع بعض. العدوان عشان ايه؟ نستمر. اكل عشان ايه؟ اعيش. اقطع الخياره من شجرتها عشان اكلها، اشد البرتقانه او التفاحه من الشجره واقطعها باسناني عشان اكلها، مش ده عدوان؟ عدوان ذبح الفراخ وذبح العقول عشان اكلها، مش ده عدوان؟ هو عدوان على كيان. لكن على فكره بيعيبوا علينا جماعه انه احنا بنعمل اضاحي وبنذبح الحيوانات عشان نوع من التقرب الى الله، وان احنا بنطعم الفقراء والمساكين، مش كده؟ طب هما بياكلوا لحمه منين؟ مش بيعملوا نفس الشيء؟ لكن بيعيبوا علينا ده ليه؟ على ما هما يعني بتعمل ده وبتعيبوا على الاخرين، وانت بتاكل اللحمه منين؟ ما انتوا بتذبحوا لهم عشان تاكلوها انتوا كمان. احنا لما بنذبحها بقى احنا متوحشين؟ ما ان احنا بنذبحها مش عشان نرميها، ده احنا بنذبحها عشان ناكل الفقراء وناكل احنا ايه؟ كمان، مش كده؟ مش الاضحيه بتفرق تلتها للفقراء وتلتها للقرايب والاصحاب والاحباب وتلتها للشخص اللي ايه؟ اللي ذبحها، مش كده؟ انما هما كده لازم يدوروا على اي حاجه عشان يخبطوا في الايه؟ فينا يعني. طبعا دايما احنا عشان نعيش لازم بندمر حاجه، ولو حتى حاجه هي متدمره اصلا زي حته فطيره فاحنا برضو بنقطعها باسناننا، برضو بندمرها ايه؟ اكتر. طبعا حكايه الدجاج عارف الجنس فيه عدوان ولا ما فيهوش عدوان؟ طب هنشوف.
العدوان في الجنس هو من خلال، فلو زاد العدوان ممكن يصل الى ايه؟ ساديه، والساديه يبقى فيها ايه؟ قتل، احيانا تصل الى القتل. ما شفتوش فيلم عن الساديه؟ في ناس شافت افلام عن الساديه، معمول افلام عن الساديه، وبيجيب واحده كده يتفق معاها بعقد ان هي هتعاشره وهي عارفه ان هو سادي، وبيوريها وسائل التعذيب اللي هيقفلها لها، وبيكتبوا عقد وبيعمل لها مرتب شهري ومكافاه قد كده لو استمرت معاها قد كده. وفي فيلم عامل الحكايه دي بشكل مرتب تمام يعني، وعدوان شديد لكن بتبقى مشترط عليه انه لا يصل الى الايه؟ الى القتل. لكن ساعات الساديه ممكن توصل للقتل. ما انساش ابدا موظف في مستشفى الحسين الجامعي، يا دكتور حموده اعمل معروف ارحمني وعالج مراتي احسن، انا ممكن اموتها. قلت له اموتها يعني ايه؟ قال لي ما هي بتستفزني، وبالذات لما نبقى في العلاقه الخاصه كده الاقيها حاطه لي كابل كهربائي، السلك التخين ده بتاع الكهرباء، حاطه لي تحت المخده كده وباينه طرف، واجي اقرب منها عشان نمارس العلاقه تروح ضرباني ومستفزاني عشان امسك الكابل واقطع جدتها ضرب، وبعد ما اقطع جدتها من الضرب تبتدي ايه؟ تندمج معاه وتمارس معاه بمتعه. غير كده ما ايه؟ ما تستمتعش. انتوا شفتوا في فيلم شفيقة ومتولي؟ ها؟ وشفتوا الكرباج اللي كانت بتضرب بيه واحد كان لازم يتضرب قبل ما يستمتع؟ فدي السادية والمسوخية. وإذا اتنين، واحد سادي اتجوز واحدة مسوخية أو العكس، الاتنين بيتوافقوا اه، بس ممكن في الاخر فيهم واحد يقتل الايه؟ التاني. لان العدوان لو زاد وفلت شويه ممكن فعلا ايه؟ يقتل. زياده الحب اهو، شوفوا هنا بقى المشكله. زياده الحب واختفاء العدوان في العلاقه يخلي عندنا بطل فيلم السرار. لما كان نور الشريف في الفيلم بيحب امه جدا وكانها حاجه كده مقدسه، واتجوز واحده من نفس طبيعتها فبقت عنده نفس مشاعر التقديس والحب النظيف قوي تجاهها، فبقى مرات البواب تسيره وممكن يعمل معاها علاقه، لكن مراته ايه؟ يخاف يعمل معاها، ولما يجي بيبقى قدام مفيش قدره للممارسه للعلاقه معاها، فتكون النتيجة ايه؟ انه كده بقى عنده عجز نتيجة غياب اللي ايه؟ العدوان في العلاقة. فعشان كده العلاقات لازم يبقى فيها ايه؟ حتى الاكل زي ما قلت لكم لازم يبقى فيه قدر من العدوان اتجاه الاكل عشان نعرف نمضغه، عشان نعرف نقطعه ونبلعه، والا مش هناكل ومش هنعيش. لازم نذبح الدجاجة عشان ناكلها. برضه في العلاقة الخاصة لازم يبقى فيه قدر من العدوان عشان يحصل الايه؟ الاختراق اللي هو جزء من العلاقه. طبعا فرويد قال ان في قوه ديناميه بتبقى دافعه للشخص، والقوه الديناميه دي اللي هي الغرائز اللي احنا قلنا عليها، ادي اول واحده اللي هي الايروس، دي قوه الحياه وسماها الليبيدو، وبيستخدموها مرادف للطاقه الجنسيه. الايروس هو طاقة الليبيدو والطاقة البيولوجية اللي بيبقى معاها الميول، وبتنتقل من الجسم من منطقة إلى أخرى، لأنه حتى إحنا لما بيجي لنا حد فاشل في العلاقة الزوجية، اتنين متجوزين بعض ومش عارفين يوصلوا لأنهم يعملوا علاقة مع بعض، بنخليهم يستكشفوا جزء من برنامج العلاج انه يستكشفوا الاماكن اللي فيها اثاره وفيها الغريزه في الجسم، يستكشفوا بعض كجزء من خطه العلاج للعجز اللي عندهم عن
ممارسة العلاقة والإنجاب. طبعاً الغرائز بتبقى مندمجة مع غرائز المحافظة على الذات زي الجوع. الجوع طبعاً يرتبط أو يختلط بوصف لذة الفم لدى الرضيع. فساعات الطفل يحط ثدي الأم في بقه وما يرضعش. وبعدين لما تشدها منه يروح ايه؟ معيط. هو هنا مش بيسعى الى الاشباع لانه جعان، لكن هو بيسعى الى انه بيلتمس من وجود الحلمه نوع من الراحه اللي بيخليه يبقى حاسس بالامان وهادي. ودي بعد كده بتتحول الى ما يرتبط بالفم من انواع العلاقات. لما حد يتخذ من نفسه موضوع للحب، يعني بيركز على ايه؟ نفسه. انتوا عارفين الموضوع هو الشيء الخارجي، فالشخص الخارجي هو الموضوع، وطبعا الشخص نفسه هو الذات. ففي عندنا جزئين، الذات والايه؟ والموضوع. يبقى ما هو خارجي هو الموضوع، وما ذات هو سبجكتيف او ذاتي. فلما شخص ما يقدرش يحب زوجته ولا يحب اولاده ويبقى كل تركيزه على نفسه، يبقى هذا الشخص نرجسي. اللي احنا شفناها في حاله ابو المريضه اللي كانت عندنا، فاكرينه؟ اللي هو انا وواحد الطوفان، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ اللي قلنا ان الراجل ده ما بيهموش غير نفسه، اللي هو عضو اسنان، مش كده؟ فطبعا الراجل كل تركيزه على ايه؟ على نفسه، مفيش تركيز على ايه؟ لا الولاد ولا الزوجه ولا اي حاجه بتهمه، وهو نفسه بس. وحتى ارتباطه بالاخريات هو ارتباط ايه؟ ارتباط لاشباع احتياجاته، وليس من خلال علاقه فيها عطاء للاخر. فدي حاله بتبقى فيها ذات الشخص هي مستودع الليبيدو الاكبر، يعني مستودع الحب ذاته بالذات، و يتعلق بالموضوعات، وتعلقه بالموضوعات يبقى تعلق ايه؟ اناني، بحيث تعلق ايه؟ الاستفاده والانتهازيه، ان هو بيصل الى ما يبغيه والاخر لا يغني عنده شيء غير اشباع الاحتياجات. فالنرجسي ده التحول الى ليبيدو موضوعي يستفيد منه وبعدين يرجع ايه؟ يرجع يركز على نفسه تاني، لانه ما بيقدرش يستمر في اعطاء الليبيدو للاخر او الحب للاخر. المحافظة على الذات بالنسبة للنرجسي بتقتضي منه انه لا يستمر في عطاء للاخر، ولكن بسرعة يسترد الليبيدو بتاعه ويوجهه ضد ويوجهه لنفسه. هنا بيبقى الانا بتاع الشخص هو مستودع طاقات الليبيدو وبتطلع منه الى اخرين، وممكن تتسحب وتعود الى الشخص تاني. الطبيعي ايه؟ ان احنا لما نحب حد نستمر، ولكن لما نزعل منه او نتصدم نعمل ايه؟ نسحب الليبيدو بتاعنا لغايه ما نهدى والاخر يصلح علاقته بينا ويعتذر عن غلطه، مش كده؟ فيبتدي ايه؟ اللي بده يتجه له تاني، وهكذا. المسألة رايحة ايه؟ رايحة جاية من خلال العلاقات المشبعة. طبعا كل ما زاد انتقال اللي بده الى الاخر، كل ما زاد درجة الايه؟ التعبير عن الحب. وهنا لما كنا بنتكلم عن المقطعين السمكة وديلها، واضح انه مقطع السمك وديلها بيعرف يعمل ايه؟ بيعرف ينطق الليبيدو ويوصله للاخر بشكل يشبه
وبعدين بعد شويه يرجع ايه؟ الوقت بيعرف يلعب بالليبيدو على الاخرين، على قصدي على الاخريات، وفي نفس الوقت يحقق اشباعات ويحقق نجوميه، وفي نفس الوقت هو مستمر في هذا الايه؟ في هذا الدور. ايه مواصفات الشخصية النرجسية بقى؟ ساعات كتير تيجي واحدة مغتربة ويا دكتور أنا اتصدمت، لأن أنا لما دخلت على النت قريت مواصفات الشخصية النرجسية فاكتشفت إن جوزي نرجسي واتصدمت جامد أوي. بس أنا من زمان وأنا مش مرتاحة وعارفة إنه في حاجة إيه؟ حاجة غلط، بس ما كنتش عارفة إنه إيه؟ نرجسي. وبعدين قريت يا دكتور عن الشخصية النرجسية دي انها لا يمكن ايه تتعاشر ولا يمكن تدفع ان ايه حد يعيش معاها. فانا كده بفكر في الانفصال. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ كل البيوت فيها مشاكل. الشخصية النرجسية مواصفاتها حسب DSM-5 ان ده نمط مشوه من الشعور بالعظمه، شخص حاسس انه ايه يعني كده في خيالاته كده وفي تصرفاته ان هو يستحق انه يشار اليه بالبنان وانه يبقى محل الاهتمام وانه الاخرين لازم يتفهموه ويعملوا له كل حاجه ويبقى متركز حوالين نفسه في كل طاقاته، وده بيبان في 5 من المواصفات اللي جايه. ايه المواصفات اللي جايه بقى؟ هما 9 مواصفات، لو انطبق عليه 5 يبقى ده الشخص ده ايه؟ نرجسي. اول مواصفه ان يبقى عنده شعور بالعظمه والاهميه ومبالغه في انجازاته وذكائه، ويتوقع ان الاخرين بيشوفوه كشخص فائق القدرات وفي الحقيقه هو ما عندوش ده. يعني هو شايف نفسه انه ما حصلش، لكن الواقع اللي هو عامله في حياته وانجازاته لا تؤكد ان هو عايش فيه وبيمارسه. فده ايه؟ يعني ده تناقض، ها؟ اللي هو يعني منفوخ وشايف انه ما فيش منه، وبعدين تدوري تلاقي ايه؟ يعني زي ما بيقولوا كده طب خد الجبل وولد فقره، يعني حاجه كده ايه ما تستاهلش. مشغول بخيالاته من النجاح غير المحدود والقوه والنبوغ والجمال والحب المثالي وانه ما حصلش في كل حاجه، وطبعا هو مش ايه؟ مش كده. بيعتقد انه خاص ومتفرد ويمكن ان يفهمه فقط او يرتبط به اخر خاص زيه، يعني عايز ايه؟ حد من نوع خاص قوي عشان يفهمه، ده هو بيعتقد كده. لكن الحقيقه هو متركز على نفسه، وحتى لو جاله اللي خاص ده واللي هو عايزه ومتفصل زي ما هو عايزه، هو ما يعرفش يحب، ما يعرفش يدي. بيحتاج لفرط الاعجاب بيه دايما طول الوقت، وعنده توقعات غير منطقيه لتعامل خاص مفضل او طاعه تلقائيه لتوقعاته، وانه شايف دايما ان هو اللي ايه؟ على حق، والاخرين ايه؟ هما اللي غلطانين ومش فاهمين. طبعا عندي واحده بعالجها كده، جوزها كان رتبه في الجيش، والست دي يعني لانها ما بتشتغلش ومكلفه 3 صبيان، فالست ايه؟ يعني استحملت العيشه معاه. هو طبعا هيلمان وبتاع، وكمان نجح في انه يترقى في شغله من كتر ايه؟ تركيزه في الشغل. فطبعا يعني بالنسبه لها كده ايه؟ وبعدين فائت بعد ما طلع معاش، انه بقى فاضي وعندهم في الايه؟ في البيت. عايز كل حاجه تبقى موجهه له والاهتمام موجه له زي ما كان في الايه؟ في الجيش. كان يعني كله بيقول له تمام يا فندم وعظموني وبتاع، فعايزهم في البيت ايه؟ يعملوا كده، وهم في البيت ما بيعرفوش يعملوا كده، وفي نفس الوقت هو كان مشغول عنهم طول الوقت، وكان بيجي لهم ولما يجي يفرض
اللي هو عايزه كم يوم وبعدين يروح شغله، فطبعا مش متعودين على هذا الوجود الدائم المتسلط النرجسي. فطبعا الست بدأت تقرا على النت وعرفت ان شخصيته نرجسي، وعرفت ان كتاب الذات لازم تخبط فيه عشان يفوق، فبدأت تخبط فيه وبدأ يشتكي بانهم ايه، هي وولادها عازلينه، وانه ولادها وهي مندمجين مع بعض وبيحبوا بعض، لكن هو شخص ايه مرفوض. فهنا توقعاته ايه بقى؟ توقعاته محبطه، وهو متوقع انه ينال اللي كان بيناله من اللي تحتيه في الجيش، بس ده نظام الجيش، ده نظام الايه؟ الاسره. لكن هو كل تركيزه على نفسه، فطبعا شايف ان هو صاحب حق وعلى طول محموس منهم وعلى طول مصطدم معاهم، وشايف انهم هم مهضمين حق. ما بيستمرش في علاقاته الشخصيه، بياخد اللي يفيده من الاخرين وايه؟ وبالسلام. بينقصوا التفاهم من الاخرين، وما مش مهم عنده احتياجات الاخرين ولا مشاعرهم، وبيحسد الاخرين، وفي نفس الوقت يعتقد انهم هم اللي بايه؟ هم اللي بيحسدوه. بيظهر موقف متعجرف وسلوك متغطرس. دي التسع مواصفات، لو توفر فيه خمسه من التسعه يبقى دي الشخصيه الايه؟ النرجسيه. ايه اللي يحصل لو انتقلت؟ ايه اللي يحصل؟ الاعلاء دي كمان الاولانيه ده انت نايمه بقى. ها؟ رقم اثنين. رقم اثنين اهو. خلاص كده؟ ماشي. نرجع تاني اللي كنا فيه. احنا ايه اللي يحصل لو انتقلت كميه من الليبيدو الى البندوره؟ وما قدر هذه الكميه؟ هل لو زادت هيحصل حاجه؟ ولو قلت هيحصل حاجه؟ هنشوف. طبعا اذا انتقلت كميه خطيره جدا وكبيره جدا من الذات الى الموضوع، يبقى ده ايه؟ ده حب فائق، مش كده؟ ده لو حصل. وهنا بيقوم الموضوع مقام الايه؟ الانا. فيبتدي هي بتحبه فتقول انا بحس ان هو انا، وايه؟ وان انا هو. احنا الاثنين ايه؟ كاننا جسدين في روح ايه؟ واحده. بس بيقولوها ايه؟ بلغه ثانيه مش عايز اقولها. هم جسدين في روح ايه؟ واحده. طبعا اللي عملت ده بعد نص حياتها الاولاني، رابعه عدويه في نص حياتها الاولاني، كانت بتعيش الليبيدو مع البشر شويه مع ده وشويه مع ده، وكان لها علاقات وكانت جاريه وبتمتلكها وده يبيعها وده يشتريها وهكذا، الى ان وصلت الى انها تبقى ناسكه و ترفض كل انواع الحب ما عدا حب الله. ده اللي عملته في النص الاخر من حياتها، وبدا يبقى كل الليبيدو بتاعها موجه لمين؟ للذات العاليه. وبدات تقول بقى عن احساسها بالذات العاليه، فليتك تصفو والحياه مريره، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وبرضه إمعان برضه أكتر بتقول له أحبك حبين، حب للهوى وحب لأنك أهل لذاك،
فأما الذي هو حكم الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا وذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. هنا كل شحنة اللي بده فين؟ متجه للذات العلية ربنا سبحانه وتعالى، وده طبعا أعلى درجات اللي إيه؟ في الحب. من مميزات اللي بده إنه بينتقل من موضوع لآخر بسهولة. يعني بتشوف واحدة كانت متجوزة واحد وبتحبه زي الفل، وبعدين اتجوزت واحد تاني بتتوفر فيه مواصفات كويسة قدرت تحبه يمكن أكتر من الإيه؟ من الأولين. يعني مش زي ما كان بيقول الشاعر بقى نقل فؤادك ما استطعت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأولي. لا ده بقى فيه أولي وثاني وثالث، ويعني الحياة لا تقف. أحيانا يتثبت الليبيدو في موضوعات إيه؟ معينة. وممكن التثبيت ده يظل تثبيت طول الحياة زي تثبيت المدمن على احتياجاته الإيه؟ الفمية. فيبتدي إيه؟ يبقى على طول عايز يشرب، على طول عايز إيه؟ يبتلي حاجات عشان تذهب عقله وتخليه في حالة وجود متغير مش وجود طبيعي. بينبعث الليبيدو من الأجزاء الشهوية في الجسم، لأن كل الأجزاء بتاعة الجسم فيها حياة وفيها طاقة وفيها تعبير عن الحب. وطبعا فرويد بيوصف الجسم بأنه كله منطقة شهوية، وده زي ما قلت لكم اللي احنا بنعمله في كورسات علاج فشل العلاقات الزوجية. بنخلي يبتدوا يكتشفوا الجسم بعض في فترة معينة بتدريبات معينة، بحيث ان احنا نخليهم يصلوا الى ان كل واحد فيهم يعرف الاخر ويعلفه ويبقى عارف ايه اللي بيبسط ده، ايه الحساس اللي فيه، ايه المناطق الشهوية اللي فيه، فيبتدي يركز عليها بحيث انه يكسب الاخر. غريزة السمطوز بقى احنا كلمنا عن غريزة الليبيدو اللي هي الفيروس. ايوه، وهنا هنتكلم عن غريزه السمطوس. السمطوس اللي هي العدوان او التدمير، ودي بتعبر عن نفسها في المعطى العاليه الى حاله الجمود، وتبدو احيانا في سلوكيات بعض الناس في رغبه اللي ايه؟ مش عمل الده الاخيره بتاعتنا اميره عملت ده 3 مرات وانتحار بسم فار، وواحدة مصرة انها تنتحر والحسن حظها كانت منقذوها، او ممارسة الشخص اللي ما يضره من سلوكيات زي الادمان او ازاء الذات. مش في ناس بتدمن وبيبقى كأنه بينتحر بالادمان؟ مش في مرضى سنهم 60 و70 سنة ويبقى مريض سكر وعشان عايز يموت ما ياخدش علاج الايه؟ السكر. وحتى ساعات يبقى ولد سنه 20 سنة وعنده سكر من النوع الاولاني اللي هو النوع اللي بيعتمد على علاج الانسولين اللي جاله وهو طفل، وسنه 20 سنة وبيبقى يرفض ياخد العلاج والسكر يعلى ويخش في مشاكل وغيبوبة ومش عارف ايه، وهم تنقله للمستشفى ويبتدي يخش رعايه، وبعدين يجي برضه ما ياخدش الايه؟ العلاج. ده بيبقى عنده ميول انتحاريه ولا مش ميول انتحاريه؟ هي الميول الانتحاريه تهدف الى ايه؟ الغاء الوجود وقتل الايه؟ الذات. فهنا الشخص اللي بيمارس رغبه الغاء الوجود بيمارس غريزه ايه؟ السمطوس، اللي هي غريزة العدوان. كلمتكم في المحاضرة اللي فاتت بعد المؤتمر عن السيلف انجيريوس بيهيفير اللي هو سلوك ازاء الذات، فاكرين؟ وقلت لكم قد ايه بيبقى الشخص ده عنده عدوان تجاه نفسه، وضربت لكم مثال في اول المحاضرة بفان جوخ الرسام المحترف الجميل الفنان اللي قطع ايه؟
ودنه الشمال. طبعا دي بتعد اللي هي الساماتوس، دي هي القوه المدمره لدى الانسان. وطبعا في الحرب العالميه اتقتل 65 مليون بني ادم، في تدمير اكتر من كده. وطبعا شفتوا وسمعتوا عن القنبلتين اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي وقد ايه دمروا بني ادمين، في تدمير اكتر من كده. طبعا السلوك ده لما يتوجه ناحيه ازاله الذات فممكن يبقى سوسايدال او نون ايه؟ سوسايدال. طبعا بيتعبر عنه في خيالات ورغبات وافكار ومشاعر، الميول الانتحاريه، ازاله ذات بالفعل. الفرد بيرغب للاشباع الفوري لنزعات الجنس والادويه. يعني هل ممكن يلح على الشخص انه يقتل نفسه؟ ما هو ده السلوك اللي هو سلوك ازاء الذات ده بيبقى منشغل بيه لغايه ما يحمل نفسه يروح ايه؟ قطع شريان، يروح قطع مش عارف حاجه كده زي اللي قطع ودنه ده. فبيبقى احيانا ملحه وموجوده جواه ولما ياخد الفرصه ايه؟ ينفذها. لكن ده اللي هو العدوان اذا تعارض مع قواعد واخلاقيات المجتمع ممكن الشخص عن طريق الانا يعمل حيل دفاعيه عشان يهرب من اخلاقيات المجتمع ويمارس غريزه العدوان. الست اللي جوزها كسر رقبتها وعمال كل شويه عنده المبدا بتاع اكسر البنت طلع يطلع عليها ايه؟ 24 ضرب. وكل ما تعمل غلط يضربها وعنيف جدا. وفي مره من المرات هجم عليها بعصايه عشان يضربها، خافت جدا وارتعبت جدا وصارت داخليا جدا وحصل انشقاق. وبص لقى صوت راجل غليظ قوي بيكلمه وبيقول له عندك هقطعك. وبدأت القطة تتحول إلى إيه؟ نمرة مفترسة. اترعب وأنت مين؟ قالت له أنا الشيخ محمد يا كلب. من هنا بقى إيه؟ بدأت لم وإيه؟ واحترمها وبدأ يخاف وكل ما يستسرها يروح الشيخ محمد إيه؟ طلع. هنا هي بتمارس عدوان ولكن لانها عارفه ان اخلاقياتها ما تسمح لهاش انها ترد على جوزها بشكل غير محترم وانها تقول له يا كلب زي ما قالت له كده، فيقوم يطلع من جواها من اللاشعور شخصيه مختلفه في منتهى القوه ومنتهى الحزم ومنتهى الرعب بحيث انها تكتمه خالص ويبقى هو فعلا يعني زي القط قدامه. هنا عملت ده بالانشقاق عشان مش قادره تعمله في حالتها الايه؟ الطبيعيه، لانه اخلاقياتها في حالتها الطبيعيه لا تسمح بانها ايه؟ بانها تعمل ده. انما لازم تنشق عشان ايه؟ تعمله. وده بقى يفتح رزق للدجالين وتراكبها عفريت وعليها جن ومش عارف ايه، والدجالين بقى يعملوا لها زار وندخل بقى في سكه الايه؟ النصب الازلي عشان الست عندها اخلاق وعشان تعبر عن عدوانها بتعبر عنه بايه؟ بانشقاق. وطبعا ما حدش فاهم الكلام ده غير احنا بس اللي فاهمين، لكن اهلها وهي والكل شايفين ان ده شيء مش طبيعي ولازم ده يبقى ايه؟ جن، لابسها جن. وندور بقى على اللي يخرج الجن ونعيش بقى في ايه؟ والحكايه كلها ايه؟ من العقل الباطن طلع عن طريق الانشقاق حاجه تعمل لها دفاع خوفا من العدوان اللي هيلقى عليها، فتبقى هي عدوان بعدوان. والعلم ده يتعارض مع اخلاقياتها فكان لازم يحصل انشقاق عشان ايه؟ يطلع ده. كان عندي واحدة كنت بعالجها كان بيحصل لها انشقاق في الجلسة مدة ساعة
كان يحصل لها انشقاق 7 شخصيات، وكل شخصية ومشها بيتغير في نفس مواصفات الشخصية. إذا عملت طفلة تبقى فعلا شكل طفلة، وإذا عملت صعيب تحت سوداني بيتكلم اللغة السودانية تبقى زيه، وهكذا. 7. طبعا دي جوزها كان ايه؟ يقدر يكلمها؟ ده كان بيتمنى لها الرضا ترضى، لانها مجرد بس ما يضايقها بحاجة يروح طالع له ايه؟ طالع له عفريت. هو ده عفريت؟ لا. دكتور، هو الانشقاق ان الشخص نفسه بيحس بيه ولا لا؟ ما بيبقى لا وعي. ده لا شعور، ده حين حين دفاعية لا شعورية. يعني هي مش حاسة ان لا خالص، ولا تقصد ولا عارف ايه ده. ما هي دي الحيل الدفاعية كلها لا شعورية. حتى الكبت. طبعا ممكن النزعات الجنسية او العدوانية تعبر عن نفسها بانفجارات غير محكومة. يعني فيه اضطرابات ممكن تحصل غير محكومة وتخلي الشخص يرتكب حاجات وتبقى لا إرادية. طبعا عندنا بقى في DSM 5 اضطرابات خلل السيطرة على الاندفاعات واضطراب السلوك. دي اضطرابات ايه؟ خلل السيطرة. ممكن تبقى على الحب او على الايه؟ العدوان، على الليفيد او الاجريشن. اضطراب الانات ده واحد منهم. اضطراب الانفجار المتقطع اللي هو ممكن فجأة كده يقوم يكسر البيت او يضرب حد بحاجة تأذيه بسكينة او حاجة كده، وهو مش كده طول الوقت. اضطراب السلوك، يعني كان في عندي بنوت قريب بتسم ما خلتش حاجة ما سألتهاش وبتسم وبتسيب البيت وتقعد بره البيت اوقات، وبتكلم صبيان وهي كل سنها 15 سنة، تعمل كل البلاوي اللي في الدنيا وهي سنها 15 سنة. ده اضطراب سلوك ولا مش اضطراب سلوك؟ في ناس بيبقى عندها هوس مش عارف حرام، ويتبسط جدا لما يولع ورق الحريق. وفي بعض الحرائق بتبقى معموله من الشخص ده، لان هو ايه؟ عنده هوس بيشعل الحرائق. وبعدين بعد ما يعمل الحريقه يتدارى وما يدخلش المطاف، يتدارى ويقعد يتفرج ويبقى مبسوط انه ايه؟ انه عمل ده، كانه بيحس بدفء في نار الحريقه. هوس السرقة، شفنا ناس أغنياء ومذيعات تلفزيون ونجمات سينما، وتدخل محل تسرق حاجة هايفة جدا، تسرق نظارة، تسرق مش عارف إيه، وهي مش محتاجة الحاجات دي. وكان في واحدة عندي بعالجة كانت تقول لي أنا بعد ما أسرق الحاجة وأخرج أرميها في الزبالة، هي مش محتاجاها. بس هي ايه؟ هوس السرقة موجود عندها، وده نوع من اللذة، بيديها نوع من اللذة. هوس خلع الشعر، كم واحدة هنا بتخلع شعرها وهي قاعدة كده ساكتة كده، وتندبه كده تحطه في بقها كده، وساعات تبلعها وساعات تتفهم. ده شائع. في بقى اضطراب غير محدد، يعني من الحاجات دي ممكن يحصل أي حاجة وتبقى مش محددة. دي اضطرابات عدم التحكم في النزع اللي هي غرايز الايه؟ العدوان. طبعا بقى اضطرابات التحكم، عدم التحكم في الغريزه الجنسيه، دي في الاضطرابات الجنسيه بقى مش هنتكلم عنها. ايه اللي يحصل لما يتفاوت امتزاج الغرائز مع بعضها؟ يعني ايه؟ زياده العدوان ممكن تحول المحب الى قاتل؟ طبعا. طب وانخفاض العدوان الشديد
ممكن يحوله الى عنده عجز في العلاقه الخاصه. طبعا افرضوا ان الغرائز البشريه بتاعتنا انطلقت وكلنا فقدنا كده واحنا قاعدين في المكان زي ما احنا كده، كلنا فقدنا القيم بتاعتنا الداخليه وفقدنا الخوف من القانون واخلاقيات المجتمع، هيحصل ايه؟ مش هيحصل كوارث؟ طبعا اذا اتهدمت القيم الداخليه والخارجيه وفقدت السيطره لاخلاقيات المجتمع والقيم الداخليه، طبعا هنا ايه؟ يعني ان ما كانش الكبت يطلع ويلحق عشان ينقذنا ان احنا نكبت هذا العدوان ونسيطر على نفسنا سواء بقيم داخليه او بخوف من القانون، ولا احنا عاملين حساب ولا هيكتب ده يروح فين؟ مش كده؟ يعني هيروح فين؟ هيقتل وهيتشري مش كده؟ وقتل مع سبق الاصرار ومش عارف ايه، فكل دي القانون الخارجي. كل واحد عندنا عنده قانون داخلي وقانون ايه؟ خارجي. القانون الخارجي اللي هو قيم المجتمع والقوانين اللي محطوطه لمحاسبه المخطئين، وفي نفس الوقت القيم الداخليه الاخلاقيات اللي هو اتربى عليها. فطبعا بدون الحيل الدفاعيه ديت هتبقى الدنيا غابه ولا مش غابه؟ هتبقى غابه، وهيبقى في اغتصاب ونهب حيواني. وطبعا امور الحيل الدفاعيه بيخلي الاشخاص غير واعيين بما جواهم من همجيه وحيوانيه وشهوانيه وغيره وغيره، عشان يبقى صورته قدام نفسه ايه؟ محترمه ومقبوله. عشان كده الحيل الدفاعيه مهمه جدا، وهي اللي بتخلي الشخص يبقى بعيد عن العقاب وفي نفس الوقت يحترم ايه؟ نفسه. ولما يغلط يقول لك معلش الشيطان غواني. ماذا ايه؟ اسمه رشد مولايزيشن، اسمه ايه؟ التمرين. ها؟ بيبرر الايه؟ يقول لك معلش الشيطان غواني، معلش ما كنتش اقصد. وبتحفظه من انه يخبر القلق والذنب وانه يحط القوانين وقيم المجتمع فبتخليه. وطبعا بتحصل في اللاشعور، وبيعتبر فرويد الحيل الدفاعيه وكبتها في اللاشعور ان ده صراع هو جوهر الشخصيه. منين بقى بتيجي الغرايز دي؟ افتكروا الغرايز دي جايه منين؟ هي طبعا طاقه متكونه جوانا واصلا بتنبع من احتياجاتنا البيولوجيه، وهي نزحات ما يمكنش ارجاعها الى ما هو ابسط منها، لان هي دي الفطره اللي جوانا، وهي قوه نفسيه راسخه بتصدر في صميم الكائن العضوي وتنبع من احتياجات جسم الانسان، وطبعا بتعبر عن البيولوجيا اللي بيعيشها الانسان. طبعا الحاجات بتخليه او الاحتياج بيخليه يعمل تدبير للمواقف بالانا ويحقق الاشباع عن طريق الانا بما يتفق مع الايه؟ مع الواقع. وتخلص التوتر من خلال الاشباع بالعمليات السنويه اللي احنا قلنا عليه، اللي بيقوم بيها الايه؟ اللي بيقوم بيها الانا. هل جسم الانسان بيمارس الغرائز دي بينه وبين نفسه تلقائيا من خلال العمليات الفسيولوجيه؟ اعتقد عندنا حاجتين في الجسم بيحصلوا، الانابوليزم والكاتابوليزم، اللي هو عمليه الهدم وعمليه الايه؟ البناء. عمليه الهدم بتمثل السانتوس اللي هو غريزه العدوان، وعمليه البناء بتمثل الايه؟ الايروس اللي هو غريزه الايه؟ حب البقاء. احنا من اول ما تتكون البويضه المخصبه في اثناء الحمل بيبقى في عمليتين ماشيين مع بعض، واحده فيهم انابوليزم اللي هي تعمل على نمو جسم الطفل او الكيان اللي موجود ده،
واحده كاتابوليزم اللي هي تعمل على تدمير بعض الخلايا او موت بعض الخلايا من هذا الكيان. ودي بتبتدي من داخل الرحم الساخن الى ان يصل الى الشيخوخه. وطول الوقت وهو في نمو يبقى احنا كده ايه ما وصلناش الشيخوخه. اذا وصلنا الشيخوخه يبتدي ايه؟ الهدم يزيد عن الايه؟ عن النمو. فده بالهدم زاد عن النمو احنا دخلنا كده في مراحل الايه؟ السانتوس بدا يزيد عن الايروس، مش كده؟ فاحنا دخلنا في الاقتراب من النهايه عشان يصل الانسان في النهايه الى ما بدا منه. لان الانسان بدا من غير الحي وينتهي الى غير الايه؟ الحي. واحنا اتوجدنا ازاي؟ مش الغذاء اللي بياكله ابونا وامنا كمواد اوليه ميته. هذه المواد الاوليه الميته كونت حيوانات منويه وكونت بويضه. والحيوان المنوي والبويضه احنا اتخلقنا اساسا من ايه؟ من الغذاء اللي هو مواد ميته. وكونت حيوان منوي وبويضه ومن تخصيبهم الاثنين ولد الانسان ويستمر في انابوليزم اللي هو النمو الى الشيخوخه عشان يزيد الكاتابوليزم ويرجع تاني الى المكونات ميتة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. هل بيتفاوت وعي الإنسان بذكرياته ومشاعره؟ يعني هل درجة وعينا بذكرياتنا ومشاعرنا والحاجات اللي مرينا بيها بتتفاوت؟ طبعا، لأنه في عندنا مستويات ثلاثة اللي قلناهم: الوعي، الحاجات اللي احنا واعيين بيها، ودي جزء قليل من الخبرات، وفي حاجات قريبة شوية من الوعي اسمها قبل الشعور، ودي ممكن نستدعيها بسهولة من تحت الوعي، إنما المعمق بقى اللي احنا ما بنقدرش نستعيده إلا بيظهر في زلات اللسان، زي ما حد هنا النهارده حصل زلات لسان اللي هي البنت الاولانيه، مش كده؟ ندى، وساعتها قلت لكم دي ايه؟ زلت لسان خلتها قالت اللي ما كانتش عايزه تقول اللي هو في لا شعور. طبعا بيوصف بقى اللا شعور بانه هو الشيء الضخم اللي موجود وان هو بيشكل الجزء الاعظم من جبل الايه؟ الجليد. وادي جبل الجليد اهو، وادي اللي هو الإنت، شايفين كله في الإيه؟ في الأنكونشس، وهو كل الكيان الإنساني المجهول الغامض اللي بيدي كل الطاقات وبيدي للإيجو الطاقة وبيدي للسوبر إيجو الطاقة واللي من غيره ينعدم وجود الإيه؟ في الإنسان. لكن كله في الأنكونشس، وفي جزء منه في البري كونشس اللي هو ممكن يظهر على السطح، لكن كله مدفون تحت الجلد، تحت الجليد. ها؟ جبل قصدي مدفون تحت الميه، جبل الجليد اللي تحت الميه، والجزء اللي فوق ده هو الجزء الايه؟ الوعي. طبعا فرويد لاحظ انه في صعوبه في تذكر بعض الحاجات لانها ممكن تبقى ايه؟ مخجله وتكسب. وعشان كده ما بتتقالش، وعشان كده لما قالتها ندى قالتها ايه؟ من غير ما تقصد. لو كانت فكرت ثانيه ما كانتش ايه؟ ما كانتش قالت. فاللي مخليها تكتب وما تقولش هي ريزيستنس. وعلى قد ما بيبقى المعالج شاطر على قد ما بيكسر الريزيستنس ويعرف ايه؟ يوصل للي في الايه؟ في الانكونشس. نيجي بقى لاخر سؤال: ايه نظرية الكبت ودور الطبيب النفسي؟ طبعا الكبت بقى بيحصل من صراع بين رغبتين متضادتين، واحد فيهم شعوري والتاني ايه؟ لا شعوري. ولما تتصد واحدة من الرغبتين وتتكبت من غير تفكير بينتج عنها حاجات شاذة، وبتبقى محتفظة بطاقتها الحيوية وبتعبر عن نفسها بأعراض ايه؟ مرضية عصبية. وده
خلى فرويد كون نظرية الكبت. هنشوف ده بشكل أوضح دلوقتي. ادي رقبة وادي رقبة تانية. والاثنين بينهم ايه؟ صراع بين الرقبة ألف والرقبة ب. والصراع ده على مستوى الشعور. هل في ضرر منه؟ مفيش ضرر منه، لأنه على مستوى الشعور يعني الإنسان واعي به. لكن لما يبقى الصراع لا شعوري ومكبوت، فهتبتدي الرغبة اللي هي عايزة تطلع تعبر عن نفسها بإيه؟ بمخرج، فهتجد ده في الأعراض الإيه؟ المرضية. ده اللي بيبقى حاصل في المريض. جايلنا بأعراض مرضية، فإحنا دورنا إن إحنا ندور على منشأها أهو اللي هو الصراع اللاشعوري، عشان نشوف الرغبة دي وإزاي هي تبحث عن مخرج، عشان لما نحل الصراع اللاشعوري تختفي إيه اللي حصل ده. طبعا دور الطبيب النفسي مش التفريق بقى زي ما كان قبل فرويد أو فرويد عمل في الأول، ولكن في إنه يكشف عن الرغبات المكبوتة عشان يطلعها في دائرة الشعور، ويساعد المريض إنه يتفهمها ويتعامل معاها بحيث ما تظهرش في صورة أعراض مرضية. أدي الرغبتين أهو، وأدي الصراع الشعوري اللي لا ضرر منه، وأدي الصراع اللاشعوري المكبوت، وأدي البحث عن المخرج. دور الطبيب النفسي إنه يحول الصراع اللاشعوري ده إلى صراع إيه؟ شعوري. يعني يخلي في وعي ده، ووعي بإنه ده طالع من اللاشعور، فيبتدي يتعامل معاه على إنه شعوري، وأدام تعامل معاه على إنه شعوري هيعرف يتكيف معاه، ومش هيعبر عنه بأعراض إيه؟ مرضية، هيعبر عنه بصورة صحية. دي صورة من مؤتمر الـ ABA اللي هي الأمريكان سايكاتريك أسوسيشن اللي كنت فيه الأسبوع اللي فات. طبعا هو مؤتمر كبير جدا، بيحضره تقريبا 40,000 طبيب نفسي من كل أنحاء العالم، وأكبر مؤتمر يحضره أطباء نفسيين من العالم كله. وطبعا افتقدتكم الأسبوع اللي فات لأني كنت لسه راجع من المؤتمر. ونرجع للحالة المرضية، لكن انتوا عارفينها طبعا ان بيسموها حالات إغماء، وطبعا الطبيب الأعصاب ما عرفش يعالجها، فطلب انها تروح للدكتور نفسي. فايه عمله الطبيب النفسي ده اللي لسه هنوصل له من خلال المحاضرات الجاية، لأنه مش مجرد كلمة تتعلم، ها؟ دي عملية لازم تتعرف كويس أوي وتعرف أساسها كويس أوي. أعود بكم إلى قاهرتنا الجميلة على نيل مصر العظيم، وأسأل الله العظيم أن أشكركم.